فضيلة الشيخ وفقه الله، رأت زوجتي في المنام أمها التي ماتت قبل عام، وأخبرتها أنه بقي من زكاتها مبلغ 1000 ريال، فهل يخرج ذلك المبلغ؟ وهل تخرجه زوجتي من مالها أو من تركتها التي لم تقسم بعد؟ وأنتظر الجواب حتى أنفذ. نعم، أقول يجب أن نعلم أن ما يرى في المنام لا حكم له إلا إذا وقع من الأنبياء، فالأنبياء رؤياهم وحي، لكن غير الأنبياء لا يعمل برؤياهم إلا إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع، إلا إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع. مثال ما يشهد لها الشرع ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه الجنائز تقدم ليصلى عليها، وكان في وقته رحمه الله قد كثر أهل البدع الذين بدعتهم مكفرة، فكان يشكل عليه هل هذا بدعة مبتدع أو لا، هل هذا بدعة مكفرة أو لا، فأشكل عليه. يقول ابن القيم إن شيخ الإسلام رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام وسأله عن أشياء من هذه المسألة. ما هي المسألة؟ أنه يقدم إليه جنائز لا يدري أمسلمون هم أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم شيخ الإسلام، عليك بالشرط، معنى الشرط أن تقول: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له، هذا الشرط. فإذا قال قائل: وهل لهذا شاهد من الشرع؟ قلنا نعم، وهو الشرط في الدعاء، اقرأ قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إيش إن كان من الكاذبين، فدعا على نفسه باللعنة دعاء مقيدا بقوله إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أي عن الزوجة المرمية بالزنا أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه الرؤية لها شاهد من الشرع تقبل. الشاهد من الحس والواقع ما ورد في حديث ثابت ابن قيس ابن شماس. أتدرون من هذا الرجل؟ ثابت بن قيس بن شماس من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت يعني قوي الصوت، فلما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف رضي الله عنه لكونه جهوري الصوت أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر، فبقي في بيته يبكي ولم يخرج من البكاء، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقيل: يا رسول الله إنه منذ نزلت هذه الآية اختبأ في بيته. فأرسل إليه وقال: لماذا؟ قال: إني أخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر، رضي الله عنه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. شهد له الرسول، شف الله أكبر. لما خاف أمن، لما خاف أمن، وش خاف؟ إيش؟ أن يحبط عمله فيكون من أهل النار، أمن
أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام أمانة، قال إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، اللهم ارض عنه وألحقنا به يا رب العالمين في جنات النعيم. خرج الرجل مع الناس، وفي حرب اليمامة حين قاتل المسلمون مسيلمة الكذاب قتل رضي الله عنه، يعني ثابت بن قيس قتل في المعركة، ومر به رجل من الجيش ووجد عليه درعا. ما هو الدرع؟ الدرع قميص من حديد له عرى يدخل بعضها في بعض، ويلبسه الإنسان لأجل أن لا تصيبه الرماح. يقول أحد أصحابه إنه رأى ثابتا في المنام، وأخبره أنه مر به رجل من الجيش وأخذ درعه ووضعه في تحت برمة، البرمة قدر من الخزف، تحت برمة في طرف الجيش وحوله فرس تستن. فذهب الرجل وأخبر القائد بما رأى، فأرسل إلى المكان الذي ذكره ثابت، فوجد القميص تحت البرمة وعنده إيش؟ فرس يستل. هذه الرؤية نعمل بها، لماذا؟ لأن لها شاهدا حسيا أو شرعيا. حسيا، فعلى هذا نقول أي إنسان يرى في المنام أن أمه أو أباه الميت أو الحي صار فيه كذا وكذا، فإنه لا يعمل به إلا إذا وجد له شاهد. وما أكثر ما يسأل الناس في عصرنا هذا عن الأحلام والرؤى، وهي ليست رؤى حقيقية، بل هي أوهام وخيالات يتمثل بها الشيطان في المنام من أجل أن يحزن الذين آمنوا. نعم. سائلة تقول جاء شهر رمضان. طيب بقي علينا مسألة الزكاة التي ذكرت أمها أنها لم تؤديها وهي 100 ريال. نعم، هل تؤدى عنها الآن أو لا؟ نقول أما إن تصدقت هذه المرأة عن أمها 100 ريال على أنها صدقة ولأجل أن تزيل ما في قلبها من القلق فهذا طيب، أما على أنها زكاة واجبة فإن ذلك لا يجب.